بابا، هي ماما فعلا راحت تجيب لنا حاجة حلوة وجاية؟ اطلعوا لأحمد بقى. يلا يا عمر احنا جاهزين، وجوتي ومحمد كمان جاهزين. طب يلا. معرفش بابا، انا عارفة كل حاجة. ماما سافرت وانت مش راضي تقول لنا، صح؟ We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. At first sight, I felt energy as a ray. I saw life inside you. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. صباح الخير. صباح الخير يا نور. ايه في ايه؟ هو انتوا صاحيين من بدري؟ ايوه صاحيين من بدري. ليه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مفيش حاجة. فاكره عارفة جوليا؟ امال ايان؟ ايوه عارفاها. ايه اللي حصل لها؟ مشيت ومش لاقيينها. ليه مشيت؟ ليه؟ ابعد تقولي المايا بس. لا مش هقول لها. بس مشيت ليه؟ راحت فين اصلا؟ ما انا اعرفش، عمالين ندور عليها. ما قالتش اي حاجه قدامكم ان هي ماشيه او كده؟ لا، ما هي لو كانت قالت قدامنا كنت اكيد اقول لكم، او كنت هبقى عارفه. بس لا، انتوا صاحيين من امتى؟ طيب احنا صاحيين من بالليل، بندور عليها من بالليل يا نور. طب راحت فين؟ ما اعرفش. طب هنلاقيها. طيب ما تقلقوش. ايه اتصلوا بيها. نور بطلي ذكاء يا نور. ماما على فكره انا صغيره. انتوا يعني انتوا تقولوا لي حاجات غريبه، انا مالي؟ اتصلوا بيها. اتصلنا بيها وما بتردش. انت غبيه بتقولي نور ليه؟ ما اعرفش، حاسين ان انا عايز افضفض. طب ما احنا قاعدين عمالين نفضفض مع بعضنا ولا حاجه يا نور. امشي، ده مقلب. يا سلام. طب خلاص بجد، لو هي بجد يعني مختفيه مثلا، ممكن تكون مشيت او سافرت او رجعت مصر. رجعت مصر لمين؟ اهلها هنا كلهم. طب هي مثلا اتخانقت مع ام علي؟ لا بالعكس، كانت مشتاقه تكلمني حتى. ايوه يعني اتخانقتوا؟ لا صحيح، انتوا اتخانقتوا صح؟ لا ما اتخانقناش، هي بس يعني عاندنا بعض، لكن مش خناقه بتبقى فرق. خلاص يا جماعه اتصلوا بيها تاني دلوقتي، يمكن فتحت تليفونها لعل وعسى تفتحه. هجرب اتصل بيها تاني. يا امي يا عمر يا ويا محمد يا شحطه، وقعدوا نانسي. يا سلام. عشان هي تعبانه. لا انا عايزه انام بس. يبقى تقعدي برضو ترتاحي. وسع وسع انت هو. وسع ايه ده؟ عندكم مش رجوله ابدا. رجوله ان انت تقف للبنت يا راجل. انت هو مش ايه البنت اللي تقف لك؟ تعلموا مني بقى. شفت؟ تخ تخ تخ. يلا يا شريف، يلا يلا يلا، عشان يقول الله يكمل وما ينحس دكس. قوم قوم تعالي يا لوز، اعمل لكم ايه بقى الاثنين التانيين؟ اخليكم تشعلقوا. اعمل لكم ايه؟ اتصل بيها تاني. اتصل يا ابني، قلنا لك كام مره. حاضر طيب هتصل بيها. وعلى فكره هو انتوا مش حاسين ان هو تليفوني بقى لعبه في ايديكم كلكم يعني؟ معلش اتصل. هو في مشكلة معاها دي ولا ايه؟ يا فندم لو سمحتي احنا وصلنا. ها في ايه؟ هو انت عايز مني؟ انت لازق فيا من ساعة ما ركبت الطيارة. انا بصحيكي عشان حضرتك وصلت. طيب شكرا، انا عارفة ان انا وصلت. شكرا، مش محتاجة اعرف. انا غلطان، الناس اخر زمن بقت مريضة كلها. المفروض دلوقتي ان انا وصلت افتح تليفوني بقى. زمان كلهم قلقانين عليا. انا مترددة الصراحة افتحه ولا لا. خلاص هفتحه، لازم يعرفوا، ما ينفعش كده، لازم هتصل بيهم واقول لهم على كل حاجة. اقول لهم انا جيت هنا ليه وعملت ايه، وكمان لو عايزين يجوا بقى يجوا. انا حاسة ان هنا نفسيتي اتعدلت شوية اصلا، ما اعرفش ليه، بس هو كده بقيت هنا احسن.
دلوقتي هتصل بيهم واقول لهم انا فين واشوف هيعملوا ايه. فتحت تليفوني، انا معرفش اروح فين، انا غبيه قوي، كان لازم اقول لهم حتى عشان يوصلوا قبلي، عشان ما معرفش اروح فين دلوقتي، ما نعرفش حد في امريكا خالص. احنا اصلا ولا مره جيناها غير مره زمان قوي قوي قوي، او بتهيالي كمان انا ما كنتش موجوده، مش فاكره والله. لا طبعا كنت موجوده، انا بدات اخرف خالص. اتصل بقى علي، يلا بقى افتح التليفون، مش راضي يفتح اهو، فتح الحمد لله. يلا اتصل بقى علي بقى، ولا اتصل بماما، اتصل بقى علي ربي يرد. بس بابا، هي ماما فعلا راح تجيب لنا حاجه حلوه وجايه؟ اه. طب امال انت ليه خلتني انزل معاكي ونجيب حاجه كمان حلوه؟ احنا علشان نتاكد، يعني عشان تتاكدي ان مامتك، عشان مثلا تضيعي الوقت وتبقي فرحانه وكده وتلعبي لغايه ما هي تيجي او تاكلي او اي حاجه. يعني متاكده ان انت مش مخبي حاجه عليا؟ لا على فكره انا بعرفك وانت تضحك عليا. لا يا مايا، اضحك عليكي ليه؟ يا ماما قولي حقيقه، ماما راحت فين؟ طب هقولك لما نشتري حاجه حلوه. طيب لحظه، تليفوني بيرن، خليكي واقفه هنا، اوعي تتحركي ماشي؟ طب ما انا هبقى واقفه معاك كنت تتكلم. لا لا، خليكي واقفه هنا دقيقه واحده بالظبط. طب ليه دقيقه واحده يا مايا؟ اسمعي الكلام، ما تتحركيش، مش هتحرك، ما تروحيش بقى حد. يابا ما تقلقش. ماشي. تتصل الحمد لله، بتتصل اخيرا. دلوقتي هعرف هي راحت فين. الو الو يا علي، انت فين يا جوليا؟ ايه اللي وداكي؟ انت فين؟ انا جايلك. علي اسمعني للاخر، بعد كده احكم عليا. وعايز تعمل، انا عارفه ان انا دلوقتي استاهل اي حاجه، وانا بجد ندمانه ان انا عملت كده، ويا ريتني ما عملتش كده، وانا بجد اسف. قولي لي اي حاجه حصلت، مش مشكله، اي حاجه بتتصلح عادي. طيب اسمع، انا سافرت. روحتي فين؟ ازاي سافرتي؟ انا روحت لامريكا، ومعرفش انا اللي عملت كده اصلا. انا بجد كنت عايزه ابعد عنكم، انا اسفه قوي، انا اسفه. طب خلاص ما تعيطيش. اعمل ايه دلوقتي؟ يعني نجيلك ولا انت فين؟ طيب معرفش، انا مش عارفه اروح فين حتى، ومش هعرف ارجع لاني صرفت كل الفلوس اللي معايا. شاطره شاطره شاطره، انا اسفه والله بجد. خلاص ما تعيطيش، اي حاجه هتتحل، قلت لك اي حاجه بتتصلح عادي، ما تزعليش، احنا هنتصرف وهنيجي ماشي، او حتى لو ما عرفناش تيجي هنبعت لك فلوس وانت تيجي. طيب انا اسفه بجد، فين؟ قولوا ماما بابا كمان ان انا اسفه، او انا هكلمهم، بس انا خايفه منهم، هما متعصبين. انا كلمتك عشان عارفه ان انت مش هتتعصب عليا. لا مش متعصبين، هما زعلانين عليك، كلنا في البيت زعلانين عليكي، انت بجد تسرعتي. خلاص هكلمهم، انا هتصرف. ماشي سلام سلام. هو بيكلم مين؟ ها بيكلم مين؟ بيكلم ماما؟ بيضحك عليا، شكله بيضحك عليا، انا عارفاه. مايا ايه، كنت بتكلم مين؟ ولا حد، احنا دلوقتي هنمشي. طب والايس كريم ولا شو؟ بعدين هنجيبها بعدين، يلا نمشي دلوقتي. يا الله يا مايا. طب يا بابا قول لي ايه اللي حصل. بعدين يا مايا بعدين، اطلعي العبي دلوقتي. اطلع العب ليه؟ اطلعي العبي مع نور يلا. ماشي. انا جيت بسرعه يا جماعه، احنا هنسافر حالا. ليه هنسافر؟ وجوليا، ما هي جوليا جوليا سافرت. ايوه ازاي يعني؟ خلاص لا من ولانا. ما هي اما تتأسفي جد، ما تتعصبوش عليها عشان خاطري، احنا بجد ضغطنا عليها، احنا اللي غلطانين، احنا كان المفروض على الاقل نعمل لها حلو او نهديها. طب ازاي؟ والسفرة راحت فين دي؟ ازاي تسافر يعني؟ دي مجنونة ولا ايه؟ هي دي النيلة، احنا هنروح لها يعني؟ ايوه كلنا هنروح لها، عايزين شوية يقعدوا هنا يقعدوا، ما عنديش مشكلة، بس لازم انا ومونيكا وتوم، او وتانت مونيكا واستاذ توم، لازم نروح لها. لا هنيجي هنيجي اكيد. طيب هنيجي ماشي كده كده جايين اكيد يا ابني، هنيجي خلاص، احنا قمنا نحضر شنطتنا حالا بسرعه يا جماعه، لازم نلحق عشان هي اصلا معهاش فلوس، وبتقول لا مش عارفه تروح فين ومش عارفه تعمل ايه، فلازم نروح اسرع طياره تروح راحت فين؟ امريكا، لامريكا بسرعه. طيب ماشي.
يلا يا نانسي نطلع نحضر الشنط. ماشي. طيب وبقيتنا هنحضر الشنط كلنا؟ انا مش عارفه الصراحه. يا لهوي ماما مش هترضى. طيب يا احمد، انا كنت عايزه احمد. طيب يا احمد اطلعوا لاحمد بقى. ما خلاص الموضوع بقى لازم الناس تعرف، كل الاعترافات بتطلع دلوقتي. احمد باشا، عملتي ايه؟ ايه اللي عملتي ايه ده؟ انا لسه حتى ما اتكلمتش. اسمع طيب، ها انا شايف ان هو وقت اعترافات. اعترفي يلا. خلاص عملتي ايه؟ هو وقت اعترافات، انا شايفه كده. طيب قولي عملتي ايه. ما عملتش حاجه. بس ماما كلمتني وقالت لي ان انا لازم ارجع مصر الصراحه امبارح، وانا مش عارفه اعمل ايه، وحاولت اكلمها تاني واقنعها مش راضيه. اه وبعدين؟ وانا مش عايزه ارجع مصر، انا عايزه افضل معاكم، انا ببقى فرحانه وانا معاكم. طب ماشي اعمل ايه يعني؟ كلم مامتك واقنعها يا احمد، حرام. طيب هتصرف. ماشي بجد؟ اه ياي انا بحبك قوي. ماشي يلا امشي 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 امشي. لزقه. هو وقت اعترافات بقى. ايه في حاجه انت كمان مثلا يعني؟ لا من شهر مثلا يعني. شنطه السفر بتاعتي جاهزه، انا جهزت شنطتي وتمام كل حاجه تمام. يا رب هصبر عليها يا رب. ايه ولا حاجه. يلا يلا انا جاهزه، انا جاهزه، ما تعصبش عليا انا جاهزه. يلا يا عمر احنا جاهزين، وجوتي ومحمد كمان جاهزين. طب يلا خد كده ويلا يلا تعالوا. ماشي يلا ماما. يلا امسكوا حد يعني شنطه بعد اذن حضراتكم. انا لميت معاهم كل معاك كل حاجه ليهم، وكمان لميت شنطتي. ماشي شكرا ارسل. بعرفش اشكرك ازاي، عادي يعني، ما اختي اللي مبهدلانه نعمل ايه. يلا الواحد مضطر يبقى عنده اخ. اخ قصدي الواحد مضطر يبقى عنده اخت. ماشي يلا يا مايا. هو احنا هنسافر ليه؟ ماما فين؟ مايا مامتك مستنيانا، هنتسافر كلنا يعني في نفس الطيارة، وهي هتقابلنا هناك او في الطيارة معرفش لسه. طيب مع اني مش مقتنعة. امسكي تليفوني ويلا بقى. يلا حاضر يا بابا يلا. انتوا جاي كلكم جاهزين ولا ايه؟ في حد لسه ناقصه حاجة او كده؟ عشان معرفش عليه هيقتلنا لو اتأخرنا اكتر من كده، فانتوا انجزوا بس بسرعة. مخلصين كل حاجتي بصراحة يا غايبة قوي. يا رب ده انت جوليا تبقى كويسة. انا معرفش ايه اللي مشاها والله، دي مجنونة، بس ان شاء الله هنلاقيها يعني، ما دام هي كمان ندمنة فخلاص ان شاء الله خير. الحمد لله ان علي يعني مش زي ناس بيتعصب. قصدك ايه؟ معلش قصدي ان الحمد لله ان علي عاقل كده، والحمد لله ما زعلهاش وتفهم حالتها وراح يهديها، فهي كده هتحبه اكتر وتتعلق بيه اكتر، مش تروح يتخانق معاه وهي تفضل تحبه زي الهبلة. كفاية ان انت عارفة نفسك انت هبلة بقى. بس انتي اقسم بالله والله العظيم انت واطي. يلا يلا لميت يا ماما حاجات نيلي كلها. متقلقش يا ابني ناسي، مش ناسي اي حاجه، بس مش عارفه يعني حاسه ان انا ناسي حاجات في الدولاب معرفش ايه. لمينا كل حاجه. نهار ابيض كنت هنسى موبايلي. يا لهوي مسكين مسكين موبايلي عشان مفيش مكان في شنطتي اصلا. شاطره شاطره. انسي موبايلك بقى ونرجع تاني من تايلاند عشان نيجي ناخد موبايلك، وبعد كده نرجع لامريكا. ايه الفصح دي؟ محسنا ان احنا ماشيين في شوارع، احنا بنسافر من بلد لبلد. عقلوا مش من شارع لشارع. لموا كل حاجه، بطلوا استهبال بقى. طيب على فكره يعني ما خدتش بالي من موبايلي والله، انا اسفه بجد 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 اسفه. يلا يا نور ويلا يا يوسف. حاضر اوكي. ربنا يستر والله عشان اعرف هنمشي من هنا ويجبر ناسيين البلد كلها هنا. لا خلاص تليفوني وحاجاتي كلها في الشنطه. ما انا عارف زي تليفونك كده اللي كان من ديها معاكي كل حاجه كان بقى. اسكتي يلا ننزل. كل حاجه متاكده؟ ايوه فستان الخطوبه اوعى يكون حصل له حاجه. لا 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 اهم مني ده، هتطبق هبص عليه. طب كويس، والخواتم وكده ما تلاقيش كلها معايا. طيب تمام الحمد لله. اختك عملت لنا فرصه ان خطوبتنا تبقى في امريكا. يا رب نلاقيها، بس انا كنت هايفة عليها قوي، انا بحبها بس هي حيوانة وكلبة وعايزة تدلب وزبالة وبقلها في نفس الوقت، بس انا بحبها قوي. وما انا عارف اي اخوات كده. عرفتي ازاي؟ معلش عادي انا شايف اخوات كتير في البيت يعني. فانيوي طيب اوكي يلا بينا. طيب
خلاص كلنا جاهزين، كلهم جاهزين برضه بقالهم ساعه وانا كده انتهى لك. طب حلو ماشي عادي يعني عشان نكون مميزين يا جماعه ان اخر قرار ان احنا بس اللي هنسافر وهنسيب ادم وروز وتميم وسالي وكمان ادهم ونورهان. الحكايه كان هنرجع مصر شويه كده، او انا وادهم انا وادهم سوري انا وادهم انا سوري انا وادهم انسي اسمي كمان انسي انسي اسمي انسي اسمي انسي اسم جوزك يا اختي، معلش معلش بيبي كام داون. المهم ونبقى نحصلكم بقى على خطوبه لسه وشريف لو لقيتوا جوليا وكده. انا هفضل هنا قاعده الحمد لله، او ممكن ارجع مصر مع اسمها ايه مع نورهان او لا مش عارفه الصراحه، ما اعرفش في ايه في التليفون عندنا. المهم فهشوف هنعمل ايه، وانا وروز كده كده هنفضل قاعدين هنا اهو في تايلاند. طيب ماشي هتوحشونا جدا والله، ولو حصل اي حاجه هنقول لكم على طول. ماشي مستنيين الاخبار منكم، يلا سلام عشان تلحقوا ما تتاخروش عليها. يلا يا جماعه يلا بقى بسرعه عشان احنا بجد كده متاخرين عليها قوي. ماشي يلا سلام سلام يا ادم سلام. يلا بينا بقى. على فكره انت بتضحك عليا، ماما مش هنا واحنا مش رايحين لماما. قلنا لها ماما فين؟ وبعدين حتى لو رايحين لها احنا ليه مسافر؟ يا ماما سافرت. لا هو احنا هنتقابل في الطياره فوق، ف يعني كلنا هنبقى في الطياره وكده، بس هي عشان الطياره كبيره قوي فهي تبقى قاعده ورا عشان عامله لكم مفاجاه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. طب ماما بترن هرد؟ لا 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 هاتي هاتي يو ثانية هرد عليها وجاية، ما تتحركوش يا جماعة ثانية واحدة. يا مايا بجد يا حبيبتي صعبان عليا قوي، يا رب نلاقي تنت جوليا بسرعة. انا ما اعرفش الصراحة هنروح نلاقيها ازاي، بس ان شاء الله خير ان شاء الله خير يا جماعة، ربنا يستر من المشاوير اللي هندبها على الفاضي. الو يا جوليا، ها ايه الاخبار انت فين؟ انا لسه في مكاني ما اتحركتش، انا بتصل بيكوا اسالكوا انتوا فين. انا بجد بقيت حاسة ندم قوي، انا كل شوية عايزة اتأسف لك للمرة الالف. انت ما تأسفتش عليا وما قلتليش اي حاجة، بجد انا اسفة. خلاص يا جوليا مش دلوقتي، لما نيجي نتكلم. ما تتحركيش طيب واحنا نيجي، او ممكن لو عايزة تتحركي وانت قريبة من المطار مثلا ممكن ترجعي للمطار عشان يبقى سهل ان احنا نتقابل بسرعة. طيب لو كده هركب للمطار. معاكي فلوس؟ مش عارفة هتصرف. طيب مش بتشحتيش؟ مش هشحت اشحت ايه يعني؟ انا اشحت يعني؟ لا خلاص يعني اتصرفي طيب بس من غير شحاته. مش هشحت يعني. يلا سلام سلام. يلا يا جماعه طيب عشان اصلا احنا طيارتنا هتطلع دلوقتي. طيب يلا بينا ندخل. مرانا اهلا 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 يا حبيبتي. اهلا 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 يا حبيبتي، تاخري ساعه على نانسي. اهلا تعالي تعالي عليا تعالي، مش دعوه بالحمار ده، عيب يا احمد عيب. اما الاطفال اللي كانوا معانا تعامل الاطفال احسن من معاملتك ليا. تشتميني عشان طفله؟ ايوه عشان الاطفال احبب الله. بعدين بصي يا كيوتة بصي يا حبيبتي يا جوسي، حبي جوسي حبي حبي جوسي. الله تحبي جوسي. الله انت غيران اغير من طفله واضح يا حبيبتي يا جوسي. ما خلاص خلصنا، اقعد يا جوسي في النص قرف ده. ما شكرا يا استاذ احمد يعني شكرا. العفو يا حبيبي العفو، خليك انت في حالك. وليه ايه اللي يزنوا نفسنا ما تجيبوا كراسي للاطفال؟ ايه ده يا احمد؟ ايه ده حبيبي؟ عمر ايه انت عندك كام رجل؟ اتنين. ومراتك عندها كام رجل؟ اتنين برضه. طب ما انتوا شايلين عيل واحد ازاي على اربع رجول؟ ففي خدوا واحده تانية على البيت. لا 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 مش مهم مش مهم، هي قاعده معانا كويس يعني ولا حاجه. يلا قربنا نوصل ولا ايه؟ في كام ساعه فرق ما بين تايلاند وامريكا يا محمد؟ مش عارفه استنى هسال حضرتك. السفر من تايلاند لامريكا يستغرق 18 ساعه او اكتر. 18 ساعه؟ ايه 18 ساعة يعني؟ هي مسافرة من 18 ساعة وما قالتليش، بقى لي 18 ساعة بدور عليها وما قالتليش. هي مين يا بابا؟ معرفش معرفش بابا. انا عارفة كل حاجة، ماما سافرت وانت مش راضي تقول لنا صح؟ هي ماما سافرت؟ قول لنا انت ليه بتضحك علينا؟ على فكرة احنا مش صغيرين، اطفال اطفال من الاطفال كمان. اسكتي يا احمد. علي قال لي ان هم ركبوا الطياره بس ما اعرفش بقى قدامهم كتير جدا جدا. انا كده وصلت للمطار،
على بال ما يجوا بقى يكون اللي هيحصل ده قدامهم 18 ساعه لسه، او لو ركبوا مثلا من ساعتين ثلاثه هيبقى فاضل لهم مثلا مش عارفه 15 ساعه، لسه كتير جدا. وانا هبطل قاعده كل ده ازاي؟ مش عارفه، مش عارفه اقعد كل ده في المطار. هحاول اتصرف مع اي بنت خارجه او داخله اروح معاها البيت او استاذنها او اي حاجه، زي ما استاذنت باي بنت توصلني. هي كده البنات تقدر تساعد بعضها عادي. استناهم بقى بس مش عارفه اعمل ايه. تليفوني بيرن، مين اللي بيتصل بيا؟